السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا الثبات على الحق. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. أهلا بيكم حلقة جديدة من هدى للمتقين، والنهاردة بكمل مع حضراتكم حول آيات سورة آل عمران. هناخد النهاردة ثلاث آيات، هناخد الآية رقم 113 و114 و115. نفتح المصاحف على الآية رقم 113 ونقرأ الآيات مع بعض ونشوف معنى الآيات، وفي سبب نزول للآية رقم 113. شوف كده المعنى بتاعها، لأنه الثلاث آيات دول بيتكلموا عن الفئة، يعني المجموعة اللي آمنت من أهل الكتاب وفعلوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فربنا بيكلمنا عن المجموعة دي، بيقول لنا إيه في القرآن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. دول ثلاث آيات في سورة آل عمران، بربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا وبيقول لنا أهل الكتاب مش زي بعض. بس حد هيسمع الآيات دي ممكن يفهم الآيات دي غلط، يقول لك هو القرآن بيمدح الناس دول؟ كمل بقى عشان تفهم إن المدح ده، الكلام الكويس، الكلام الحلو ده، المجموعة اللي وحدت وآمنت بالله وقرأت القرآن وأقامت الصلاة من أهل الكتاب. لأنه الآيات دي أنا عندي سببين لنزول الآية 113 اللي هي قول الله ليسوا سواء. ليسوا سواء يعني أهل الكتاب مش زي بعض، في ناس آمنوا وفي ناس فضلوا على كفرهم. أنا عندي سببين لنزول الآية دي. السبب الأول إن لما عبد الله بن سلام ومن معه دخلوا في الإسلام، وأنا شرحت لكم قصته وإسلامه في الحلقة اللي فاتت، لما دخل في الإسلام اليهود قالوا ده أسوأ واحد، ودول اللي أسلموا دول أكثر الناس شرا على وجه الأرض. فأنزل الله قرآنا يمدح هؤلاء الذين آمنوا. ليسوا سواء، ما هم زي بعض، من أهل الكتاب أمة، من تبعيضية، من أهل الكتاب اليهود، من أهل الكتاب، إن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. وأنا قلت أهل الكتاب يهود نصارى وإحنا مسلمين، إحنا الثلاثة، بيربطنا رباط قوي جدا إن الثلاث فئات دول نزل لهم كتب من السماء، أي حد تاني ما نزلوش كتب من السماء. ففي رباط قوي بين الثلاثة، إن هم الثلاثة أصحاب دين نزل من الله سبحانه وتعالى، ونزل لهم كتب سماوية من عند الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول من أهل الكتاب اليهود دول
أمة قائمة منهم أمة قائمة اللي هم بيصلوا بقى. السبب الثاني للنزول إنه الآية دي نزلت في الجماعة اللي كانوا بيصلوا العشاء مع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فوقف ونظر فيهم وقال: لا يصلي الآن على ظهر الأرض هذه الصلاة إلا أنتم. فأنزل الله، وكان ضمن اللي بيصلي مجموعة من أهل الكتاب اللي هو عبد الله بن سلام ومجموعة أخرى دخلوا في التوحيد والإسلام، فربنا أنزل هذه الآية في هذه اللحظة: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مستقيمة. قائمة يعني مستقيمة، ماشية صح، ما بيمشوش غلط. أمة قائمة يعني مستقيمة على الحق، أمة قائمة يعني مستقيمة، يتلون آيات الله، يقرؤون القرآن الكريم. يبقى هنا سبب النزول بانه بقى واضحه، لأنه أهل الكتاب مش هيقرأوا القرآن. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. المقصود بكلمة يسجدون السجود، لا، المقصود بكلمة يسجدون يعني يصلون، لأنه وأنا ساجد ما بقراش قرآن، وأنا ساجد بقول سبحان ربي الأعلى، أو بدعي، بستغفر الله، بدعي: يا رب استرني، اكرمني، اغفر لي، ارحمني. وقراءة القرآن في الصلاة تكون وأنا واقف، مش وأنا راكع أو وأنا ساجد، لأن في نهي أن أنا أقرأ قرآن في الركوع أو في السجود. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر. دول ناس آمنوا بالله وباليوم الآخر، ودي أعلى درجات الإيمان، لأنه في حلقة أنا شرحت لكم الفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام أنك أنت تقول بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام الصلاة وآتى الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إنما الإيمان أعلى، أرقى، أعلى بقى، أنك تؤمن بالله الواحد الأحد. يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، فهو أعلى، لأنه كل أمور غيبية مش متشافة. ويأمرون بالمعروف، يبقى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف. ده ناس لما بيشوفوا حاجة غلط يقولوا غلط، زي ما قلت لكم، أشوف حاجة غلط أقول اللي يرضي الله، بأدب وباحترام، بس نقول ده غلط وده صح، ده يرضي ربنا وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما يلاقوا منكر ينهوا عنه، لما يلاقوا حاجة منكر يقوموا يقولوا: لا ده منكر، ده ما يرضيش ربنا، ده حرام، وبالضوابط الشرعية بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويسارعون في الخيرات، المسارعة في الخيرات يعني فعل أبواب الخير كلها، ما يعرف إن ده باب خير لا يتأخر عنه أبدا بأي حال من الأحوال. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ربنا حكم بالصلاح لهؤلاء المجموعة اللي آمنوا به وأقاموا الصلاة وقرأوا القرآن والتزموا بالحلال وامتنعوا عن الحرام. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وما يفعلوا من خير يعني أي خير هيعملوه فلن يكفروا. يكفروا يعني إيه؟ قالوا لن يعدموا ثواب الخير اللي بيعملوه، يعني هتعملوا خير هتاخدوه، الثواب بتاعه هتاخدوه، طالما إن العنوان بتاعكم سليم وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد يعني. فلن يكفروا يعني لن يمنعوا ثواب أعمالهم الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يأجرنا خير ويثبنا خير على أعمالنا بإيماننا وبتوحيدنا. والله عليم بالمتقين. ربنا هو اللي عالم بالناس الكويسة والناس اللي مش كويسة. ربنا يعلم من صاحب الحق ومن صاحب الباطل. ربنا يعلم مين اللي بيمتثل وبيلتزم ومن الذي لا يمتثل ولا يلتزم. ده ملخص الآيات الثلاثة بتوع النهاردة، وبكده يبقى احنا فهمنا معنى هذه الآيات. أقراهم كمان مرة عشان لو حد عايز يتعلم القراءة الصحيحة والسليمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. دي هي الآيات بتاعت النهاردة. يا رب يعلمنا ويفهمنا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أبدأ في استقبال صلاة حضراتكم وأخذ أول اتصال. يا أم رقية السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كلمت حضرتك من أسبوعين فاتوا. نعم. لما كنت بسأل على موضوع العدة. لما فكرين ذكريني بالسؤال. لما قلت لحضرتك إن أنا جوزي طردني بقاله 4 سنين. العدة تحسب من الطلاق ولا من الهجر؟ ماشي. وقتها أنا سألت حضرتك. ساعتها كان حماتي ووالدها هو اللي كان عنده الجلطة، فأنا اللي كنت بغير له. كانت حماتي بتقف إن هي تغير لوالدها. يعني أنت كنت بتغيري لحماكي في الوقت اللي زوجك هجرك فيه؟ لا، مش حماية، أبو حماتي. أنا مش فاهم السؤال. أبو حماتي. ماشي. ها، جد جوزي. ماشي. ها، هي حماتي كانت بتقرف منه ان هي بتغير له، فانا اللي كنت بغير له. من باباها؟ بتقرف من باباها؟ بتقرف من باباها، وكانت بتشتمه وبتزعقله. انا لله وانا اليه راجعون. ماشي. فانا كده عليا ذنب ان انا كنت انا اللي بغير له، وانا اللي بشوف كل تخبطه. وكنت بتطلع على عورته عادي؟ طيب اسمعي الاجابه. كبير مسن. اسمعي الاجابه. سؤال كمان يا شيخ احمد بعدين. اتفضلي. هو اليتيم اللي والده عايش ولا اللي والده تحت التراب؟ اليتيم اللي والده عايش ما بيسالش فيه ولا اللي والده تحت التراب؟ حاضر. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اللي هو اللي والده عايش ولا اللي والده ايه؟ اللي والده متوفي. ماشي. او الثانيه ايه؟ او ايه؟ اليتيم. ماشي. اليتيم. تمام. دلوقتي حضرتك انا وقع عليا ظلم شديد جدا. ماشي. مش هينفع اتكلم لحضرتك التليفون. انا باذنك عايز رقم حضرتك الخاص. اشكرك الاستاذه مريم تديهولك. ماشي. بعد اذنك اخر حاجه. نعم. هو انا لو رحت اي مكتب بريد بتاع سقيا الماء هيستقبلوا مني؟ بس اديهم رقم الحساب. رقم ايه؟ رقم حساب المؤسسه دي. لها رقم حساب. ليها رقم حساب؟ طب معلش انا مش معايا الرقم. خديه. طيب لما مريم تدي لك الرقم ممكن ابقى اديهولك ان شاء الله. طيب ماشي. اشكرك يا مرتا. اتفضلي. اشكرك. يا ام حماده السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا ام حماده. احنا نزلمنا في المرض بتاعنا. نعم يا امي. نزلمنا في المرض بتاعنا. لا انا اسف انا مش سامع صوتك. نزلمنا في المرض بتاعنا يا شيخ احمد. اتظلمتوا في الميراث؟ ايوه. ماشي. احنا كان لنا 8 جراريه ونص زراعة، ولينا جراثيم مباني. لينا 8 جراريه ونص زراعة. ايه السؤال بقى يا امي؟ السؤال انا مضيت، انا فكرة انا مضيت عن زراعتي اللي انا اخدته بس مباني، لكن ما مضيتش على الارض الزراعية. ومضيت على الارض الزراعية وحجينا في البيوت 3 بيوت، والبيت على 6 جراريه، البيت منهم على 6 جراريه 3. يعني هم ما ادولكيش لا من البيوت ولا من الارض الزراعيه، ومضوك ان انت خدتي. وجرات واحد مباني، كان ليا جراتين خدت جرات واحد. وكان ليكي قراطين اصلا ادولك واحد. ايوه. وكان ابويا كاتب بهم عقد اصلا قبل ما يموت الجراتين المباني. اخويا ولع فيهم. اخوك؟ في العقادات ثالث يوم ابوه مات. ليه؟ اخويا دي من ابوي.
بغض النظر هو ولع في العو... في الع... في العقود دي ليه؟ ولع فيهم عشان ما ناخدش فيهم، عشان احنا اربع بنات من ابوه، احنا طيب. اربعه من ابوه، واحنا واحنا الاول. طيب يعني يعني كده انا فهمت سؤالك، عايزه تقولي حاجه تانية يا امي؟ عايزه اقول حاجه، انا رحت له على قلب دين يا شيخ، انا بتعالج من الاوتيزم وعندي الكيس، قلت له اديني قلب دين اجيب علاجي، قال لي ما روحتش من هنا هضربك اطرش قدامي. انا لله وانا اليه راجعون. دلوقتي لما بروح هناك بيشتمي، انا ليا اروح لهم تاني، هم اخواتهم من ابوه، احنا مالناش حد، احنا مقطوعين مستاجر. مين الأكبر؟ أنت طبعا الأكبر. إحنا الأربع بنات إحنا الأصغر، وأنا كبيرة 50. طيب يا أمي حاضر اسمعي. طيب يا شيخ أحمد. نعم. في سؤال كمان. نعم. أنا المفروض أروح لهم هناك عندهم ولا نفتح خلاص؟ أنا ولا ليا أم ولا ليا أب ولا لينا أب. حاضر. وبنيتك يا شيخ أحمد من الأعمال اللي هم بيعملوها فيه. بنيتك بكرة الليل والنهار مش كاين عليا، أبو لا سهلة تتوما الصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ونقول له خاف من ربنا، يقول أنا عايز ربنا يعمل فيا وخالي. أستغفر الله أستغفر الله. قل لي كلمة والله، عشان أنت بتقول يكون رحمته، أنا مش عايز أوصيهم بعد، عشان ما أشيل هنا حد عزيز، يلا ربنا. حاضر يا محمد. وريحك الله يريح زعلك. ماشي يا محمد، أشكرك أشكرك أشكرك. أشكرك يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا منى السلام عليكم. تفضلي يا منى بس علي صوتك. لا لا في مشكلة عندي يا مريم. مشكلة أنا مش سامع حاجة. اقفلي يا منى وكلمينا من اتصلي تاني بس في مشكلة. يا أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي يا أم محمد. لو سمحت يا عم الشيخ بعد اذنك، انا لا. عندي عيل عنده 4 سنين معوق. ماشي. هو بسم الله ما شاء الله يعني تبارك الخلاق يعني ايام الجمال. ماشي. اما بخرج بيه يعني بروح اعمل له جلسات او اخرج بيه في اي مكان، برجع بيفضل يعيط ولازم يترقش. لازم ايه؟ لازم يترقي، حد يرقيه. ماشي. هل مثلا ان انا لو لبست مثلا سلسله مثلا عليها اي في الكرسي او شايلت مصحف ده حرام؟ حاضر. والصلاه انا مش يعني باجي اوقات الصلاه بيكون مثلا الظهر جدا وانا باكله او حاجه وبفضل فتره طويله يعني اعمل له حاجه يعني بتاخر عن ميعاد الصلاه، ده حرام ولا اعمل ايه؟ بتتاخري وقت قد ايه؟ يعني ممكن ساعه او ساعه ونص او ساعتين عم اخلص حاجته، بس بيبقى غصب عني مش بيبقى المزاج. ماشي. ماشي شكرا. اشكرك يا ام محمد. مين يا ام داليا؟ تاليا؟ تاليا تاليا. يا ام تاليا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا ام تاليا. وعليكم السلام، لو سمحت يا شيخ احمد عندي 3 اسئله. هاتي السؤال الاول. اول سؤال الصوم، هل قطرة العين تبطل الصوم؟ ماشي. السؤال التاني، لو انا متوضية مثلا وبدي لجوزي حاجة او كده وايدي لمست ايده مثلا او هو معدي جنبي ولمسني مثلا، هل كده يبطل الوضوء؟ ماشي. تالت سؤال، صلاة الوتر افضل بعد العشاء ام بعد الفجر؟ قبل الفجر. ماشي اشكرك. شكرا يا ام تاليا اشكرك. اجيب يا مريم الاسئله دي وبعدين اخد تاني. نعم، ما انا اخاف انسى الاجابه بتاعتها بس انا هخلي الاجابه في اخر الحلقه. حاضر. يا ام اياد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا اول حاجه عايزاك تدعي لمرات اخويا ايمن، ربنا يرزقها يا رب ذريه صالحه يا رب. وكنت عايزه اسال حضرتك سؤال، اثناء المجامبه وكده وانا برضع بنتي، فهي مثلا انا هي بتكون بتبكي وانا بكون لسه ما اغتسلت، ف
فإن أنا ممكن أحط مية يعني على صدري كده وأرضعها عادي، ولا لازم الاغتسال وهي بتكون بتبكي جامد يعني؟ حاضر. والهدوم برضو ساعة المجانبة وكده يا شيخ يعني؟ الإيه يا بابا؟ الإيه؟ لا لا عيدي ما سمعتش. الهدوم، الملابس يعني مالها؟ الملابس أنا لو هي نظيفة وما فيهاش أي حاجة يعني ينفع أرتديها تاني ولا لا خلاص كده؟ حاضر. شكرا، سلام عليكم. عليكم السلام. هاخد اول اجابه، هاخر ام رقيه. والله كان يعني ناخد ام حماده. مش انت بتقولي لي يا مريم اجل الاجابه على ام رقيه في اخر الحلقه؟ حاضر، انا اجاوب على ام حماده. بصوا، ال 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 الطاعون الازلي اللي عمالين نحفظ في الناس ونقول لهم الميراث ده حكم ربنا، ببساطة شديدة جدا مسألة الميراث دي ربنا قضى فيها، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كأنك بتقول لربنا حكمك واسمتك مش عجباني، أنا هقسم باللي يعجبني. فمن أخذ ما ليس له فيه حق، عقابه عند ربنا أليم جدا في الدنيا والآخرة. أي والله العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم يلي خدت الأرض واستحليت ميراث إخواتك وخدت البيت، أي حد بقى سواء أم حمادة أو أي حد، أي حد اتظلم في الميراث، اسمع يا ظالم، من ظلم قيد شبر، اللي يظلم قيد يعني قد مقدار يعني قيد شبر، وانت اصلا القبر هدخل فيه انا وانت وكلنا، السابقين دخلوا والحاضرين كلنا هندخل واللاحقين كله هيدخل، يا حبيبي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عد معايا كده، اعقل الموضوع ده بهدوء كده، والله العظيم هتلاقي القبر 5 شبار أو 6 شبار في مترين، ده اللي انت هتاخده، ده اللي هتتحط فيه. من ظلم، حديث النبي والله حديث مرعب، والله حديث يرعب الواحد. من ظلم قيد يعني مقدار شبر، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يعني ايه يا عم الحج؟ يعني الله يصلح حالنا وحالك، الله يهديك ويهدينا يا رب. يعني هتيجي يوم القيامة مربوط في رقبتك، انت ظلمت اخواتك في قد ايه؟ في قراط هتجرجر إيراد من 7 أراضي، الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة، جر وريني وانت ماشي على الصراط هتعدي ازاي؟ ظلمت اخواتك في فدان، في 2، في 3، هتعدي من على الصراط ازاي؟ مش هتقدر، ده انت ضعيف زي حالاتي، هتعدي ازاي؟ خليك عاقل، خليك عاقل واعمل اللي ربنا حكم بيه. من منع صاحب حق حقه منعه الله من الجنة، هتمنعهم من حقهم ربنا هيمنعك من الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، هل أروح لهم بعد اللي عملوه؟ لا يجوز القطيعة بأي حال من الأحوال يا أم حمادة. وأبشرك برضوان من الله وفضل. قد إيه إن الأخت تحتاج من أخوها وما تلاقيهوش في ظهرها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على النقيض يا أخي من فعلك، يعني أنا على المستوى الشخصي
على المستوى الشخصي لما الواحد يبر أهله يتفتح له أمطار من الأرزاق. جات إزاي دي معرفش، والنبي قال كده: من أراد أن ينسأ له في أثره ويزد له في رزقه فليصل رحمه. ودي رحمك يا ابني، والمفترض أنك أنت فضلا عن أن أنت أصلا ظلمتها من حقها، هي لو احتاجت حاجة تديها صلة برا بها وبرا بأبيك. يا أخي يا أخي، ألا لعنة الله على هذا المال الذي فرقنا وجعلنا في هذه الدرجة من الطمع. والله العظيم حتى الجلابية اللي انت لابسها ما هتاخدها معك في القبر، والله العظيم لا تسيبها، والله الجلابية اللي انت لابسها والله ما هتخش بيها القبر، والله العظيم لا سيبها، هتحط في حتة كفن قماش مش متخيط وملوش جيوب، وهتحط في القبر وسأسأل، هتلاقي اللي نايم جنبك بالظبط عملك. ظلمك لإخواتك البنات دهم اللي انت ظلمتهم وحرقت العقود بتاعت الأرض عشان تمنعهم حقهم، هتلاقي عملك ده واقف بيقولك تعالالي اللالي اللالي يا حبيبي، تعالالي تعالالي، إن أنا عملك الأسود، أنا عملك المنيل بستين نيلة اللي انت عملته بخلاف الآخر. يا أخي من قدم الحد لقى السبت في وشه، ده احنا عايشين 60 70 80 سنة ومع السلامة. اعمل لحياتك الحقيقية، اعمل لأخرتك الحقيقية. هل أقطعهم؟ لا، لا يجوز القطيعة. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث انتوا كلكم فاكرينه، الرجل قالوا قال له لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أتودد إليهم وتبغضون إلي، أفأصلهم؟ قال نعم نعم، وكل هم ما يقطعوا وانت تصلي انت إن شاء الله سيفتح الله عز وجل لك يا أم حمادة ويعوضك خير إن شاء الله. أم محمد مش عارف، الولد معاق ومحسود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد ينظر الناس إلى وجهه لكن عدم الرضا والطمع ملا قلوب الناس أيضا، فجعل الناس ينظرون إلى مثل هذه الأمور. أنصحك برقية الولد قبل ما تخرجي به. ترقيه إزاي؟ تحط إيدك اليمين على دماغ الولد، تحط إيدك اليمين على دماغ الولد وتقرأي سورة الفاتحة أول 5 آيات من سورة البقرة، آية الكرسي آخر 2 آيات في سورة البقرة، قول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وقول الله، وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. كل موطن من المواطن اللي أنا قلت عليهم الـ8 دول يقرأ يا مرة يا 3 يا 5 يا 7 يا 9 يا 11 مرة، ده أقصى يعني من مرة لـ11 مرة، بس لازم يكون العدد فردي. وبعد القرآن، بعد ما تقرأ القرآن ده ترددي هذا الدعاء، تحطي ايدك اليمين برضو على دماغ الولد وتقولي: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ربنا يحفظنا وإياكم، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، العين حق. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. التأخر عن وقت الصلاة لا يجوز يا من يا محمد، لا يجوز إلا لضرورة قهرية. تبع أعمل له أكله؟ لا يا أختي، لا، ما ينفعش أعمل أكل وحاجات وقت الأذان. أنا بسستم حياتي إنه وقت الصلاة ما ينفعش، فإذا جاء وقت الصلاة انفلت منا وكأن لا نعرفه ولا يعرفنا. ده لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
أم تالية، هل قطرة العين تبطل الصوم؟ العلماء لهم في هذا الحكم كلام كثير جدا، ومنها أنها إذا كانت المادة اللي بتتحط القطرة دي خفيفة، يعني مش كثير وخفيفة، فهي فقط إن هي إنه في ناس ربنا يشفي يا رب، اللهم اشفي يا رب، اللهم اشفي يا رب، يكون عندهم جفاف في العين فلازم يحطوا قطرة عشان يعرفوا يشتغلوا ويمارسوا حياتهم عادي، هذه لا تفطر. قالوا لا شيء فيها ولا لا تفطر يعني. والرأي الثاني قال إذا كانت القطرة دي تقيلة وكتيرة والواحد بيحطها فبيلاقي طعمها في حلقه وبيبلعها، قالوا دي بتفطر بتفطر. فالقطرة العادي اللي هي الواحد بيحطها اللي هي طارة للعين دي، نقط خفيفة ليست غزير مش كتير يعني، هذه لا تفطر إن شاء الله. لو إيدي لمست إيد زوجي وأنا متوضية، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، إذا كان مجرد سلام عادي من غير أي حاجة، طبعا أنتوا فاهميني، فهذا لا ينقض الوضوء ولا شيء فيه. صلاة الوتر بصليها بعد العشاء ولا بعد قبل الفجر؟ الأفضل أصليها قبل الفجر، بس أنا لو صحيت من النوم على الفجر يبقى الأفضل أصليها قبل ما أنام، سواء كان بعد العشاء أو قبل النوم مباشرة. سواء صليتها بعد العشاء أو قبل ما أنام أو قبل الفجر فهذا صحيح، ولنا ثواب عند الله سبحانه وتعالى في أي وقت من الثلاثة دول. وزي ما قلت لكم، في واحد شديد أو واحدة شديدة تعرف تحكم نفسها وتقوم قبل الفجر تصلي قيام ليل وتصلي شفع ووتر، ده زي الفل، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. في حد ضعيف زي حالاتي، داخلين بقى على البرد وبتاع، فخش أنام ما أعرفش أقوم إلا على الفجر، فملحقش أصلي شفع ووتر، فده الأفضل نصلي الشفع والوتر قبل ما ننام. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. أم إياد، اللهم أكرم يا رب زوجة أخيك يا رب بالولد الصالح والذرية الصالحة يا رب، وأنا أنصحها بكثرة الاستغفار لقول الله في القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل يجوز إن أنا أرضع بنتي قبل الاغتسال؟ آه نعم، الحديث اللي منشور دلوقتي ويقول لك الأكل على جنابة ويورث الفقر، ده حد قاعد على المصطبة قال لي في الكلام ده، ما عندناش دين ولا عندنا حديث ولا قرآن بيقول الكلام ده. طب أنا جنابة وعايز أرضع البنت، عادي رضعي اتفضلي، مفيش عندي مشكلة خالص. المشكلة بس في رضاعة البنت إن يكون أنت غضبانة. شفت بقى، أنا خدتك في زاوية تانية خالص خالص، بعيد عن الزاوية اللي أنت بتسألني فيها، لأن اللي أنت بتسألني فيها ملهاش علاقة خالص خالص يا بنتي، ده ربنا سبحانه وتعالى رزق ربنا ساقه لابنتك، سواء أنت مغتسلة أو مش مغتسلة، دي مش قضية. على كده بقى الحائط بقى اللي بترضع ما ترضعش بقى أيام الحيض، على وزن كلامك يعني، فهمتي؟ لا يا بنتي، مفيش عندنا الدين ده، ده مش ديننا. رضعيها عادي ما عنديش مشكلة خالص، بس أنصحك بالعجلة في الاغتسال، لأنه ربنا بيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فنبقى دائما على طهارة. الحاجة المهمة زي ما قلتلك، بلاش ترضعي وانت غضبانة، لأنه هيبقى الدم مليان غضب من الغضب اللي انت، عشان كده بقول للأزواج اتقوا الله، وعامل زوجتك الحامل أو اللي بترضع معاملة طيبة، لأنه ما ينفعش تهنها أو تخليها تنفعل أو تتضايق وترضع وهي بالطريقة دي وبالأسلوب ده، فده هيؤثر على صحة الطفل اللي بيرضع، فاتق الله في هذا يعني. الملابس، أنا عندي العبرة يا بنتي باللبس، تنجس أم لم يتنجس؟ فإن كان اللباس طاهرا، يعني هدومك اللي انت لابساها طاهرة ومفيش حاجة نزلت عليها فهي طاهرة، البسيها تاني. بس نفسيا بقى تلاقي يقول لك أنا مش مرتاح نفسيا، العبرة مش مرتاح نفسيا ومش مرتاح، مرتاح أو مش مرتاح، لا، العبرة عندي الثياب دي جات عليها نجاسة ولا لا،
أصيبت بنجاسة يبقى ما ينفعش ألبسها، لازم أغسلها. طيب لم تصب بنجاسة يبقى ألبسها تاني وطاهرة وعلي فاش أي حاجة خالص. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابه بعد أن يجامع زوجته التي كان يلبسها طالما أنه لم ينزلش عليها حاجة. فالعبرة مش بحدوث هذا الأمر أو عدمه، العبرة هل في نجاسة نزلت على الثياب ولا لا؟ ده بالنسبة لي هذه الأسئلة. أنا معي على التليفون حنان. سلام عليكم يا حنان. حنان ألو. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ أحمد؟ أهلا يا أختي، أهلا وسهلا، تفضلي. بالله عليك يا شيخ تدعيلي، أنا عاملة عملية حقن مجهري وتدعيلي بالله عليك، ربنا يرزقني يا رب. يا رب. يا زي ما قلتلك استغفر الله في اليوم 10,000 مرة. حاضر يا شيخ. اه والله. خد السبحة كده، السبحة في ايدك، السبحة في ايدك، اسمعي بس اللي بقولك عليه، السبحة في ايدك وسبحيلك مع كل اذان 2000 مرة. حاضر يا شيخ. حاضر. خلي التسبيح في لسانك ليل نهار ليل نهار ليل نهار. حاضر. والله لأثر التسبيح أثر رهيب جدا. وربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. عايز ربنا يرضيك سبح. لسه معايا حنان على التليفون؟ ماشي يا شيخ أحمد، شكرا يا شيخ، ربنا يبارك. عندك سؤال تاني؟ ربنا يبارك لك، ربنا يعزك يا رب. ربنا الله يسعدك، الله يرضى عنك، الله يبارك لك. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ارزق حنان وامثال حنان بالذريه الصالحه يا رب يا رب. اللهم ارزق كل مشتاق يا رب بكل اللي نفسه فيه يا رب. مين يا نوال؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد، انا مشكلتي نفس مشكله ام حماده، بس انا لما بروح عند والدتي اخويا بيشوفني بيلف في ظهره. ومنعك حقك؟ خد منه. يعني يعني ايه خد منه؟ يعني ما ادانيش حقي كله. ادالك نصه مثلا؟ لا، يعني انا مثلا ليا 150,000، شال منهم 30,000 جنيه من كل واحده في اخواتي مش انا بس. من كل واحده شال 30,000. ماشي. سؤالي الثاني. ماشي. انا جوزي يعني راجل كويس وكل حاجه. بس الدنيا ضيقه على طول، وعلى طول في مشاكل وفي خناق بسبب الفلوس. فلما بنيجي نجتمع مع بعض انا ببقى مش، يعني ربنا يسامحني، ببقى نايمه وانا مش، ما عنديش رضا للنوم، فربنا يعاقبني على ده. حاضر. بس هو ده سؤالي لحضرتك. شكرا يا نوال. شكرا. الله يحفظك يا رب. يا ام محمد السلام عليكم. يا أم محمد. السلام عليكم. تفضلي يا أم محمد، أنا سامعك كويس جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. نعم. أول سؤال يا شيخ، عايزة يعني أفهم وجه المقارنة بين حديثين. الحديث الأول بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله هي منها الصلاة على وقتها. ماشي معايا. الحديث الثاني برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء. ايه اللي انت عايز تفهمي بقى؟ يعني ايه يعني ناخر العشاء ولا نصلي على وقتها؟ حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ، حكم الشرع في الزوج اللي بيحلف على الطلاق كتير، علي الطلاق في كل حاجه. ماشي. وعايزه رقم حضرتك الشخصي. مريم هتديهولك. خلاص ماشي، شكرا. اتفضلي. يا هاله، اللهم هاله. يا هاله السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا بك. انت عارفه قصه اللهم هاله؟ لا لا مش عارفه. هالة أخت السيدة خديجة. آه
فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بعد وفاة ستنا خديجة كانت أختها هالة بتروح تزور أولاد السيدة خديجة، فتروح تخبط على الباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف خبطتها فيقول اللهم هالة اللهم هالة، يعني يا رب تكون اللي على الباب دي هالة، من حبه في السيدة خديجة فيقوم يحبها ويحب إخواتها ويحب أهلها كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قول يا هالة. هو بص يا شيخ أحمد، دلوقتي أنا عايز أسأل حاجة، هل في حاجة اسمها نحس؟ هل في إيه؟ ولا حاجة اسمها نحس؟ لأن أنا حاسة إن حياتي يعني سودة، حياتي سودة بمعنى السودة، يعني مش عارفة ده غضب من ربنا عليا ولا لعنة ولا إيه، أنا ما عملتش حاجة. يعني ما بفكر كده كتير، انا ما عملتش حاجه، اهلي يعني امي دايما حاسه انها مش طايقاني، برضو اخويا برضو مش طايقني، انا لما بحكي حاجه زي كده الناس بيفتكروا حاجه مثلا، لكن انا ولا بعمل اي حاجه في حياتي، هي مجرد مثلا ان هي ان انا كبرت بعد 29 سنه ما اتجوزتش، فهي بقى متضايقه بسبب قعدتي دي، مش عارفه دايما متضايقه مني، دايما غضبانه عليا، انا ماليش صحاب، مش متوفقة في حياتي، عمري ما ظلمت، ما حسيت ان ربنا معايا، مش عارفة ليه. انا مني مثلا كنت بصلي وقطعت الصلاة بصراحة، لاني انا مش حاسة ان الصلاة بتفيدني في حاجة، حاسة ان انا بحب ربنا جدا وياما دعيته، لما ناس كتير مثلا كانت بتعترض كنت بتضايق قوي، اللي هو ليه يا رب كان فيا كده، كنت بتضايق، ما بحبش الكلام كده، يعني حد يتكلم كده مع ربنا، رغم عن كده ما حسيتش ان انا اتنصرت باي حاجه خالص، حتى دايما ان انا ما حدش قابلني، الناس نبذاني، انا مش عارفه ليه، انا مني نيتي كويسه وانا اعرف ان الاعمال بالنيات، انا نيتي كويسه وما بعملش اي حاجه، رغم عن كده بلاقي كل حاجه ضدي، مفيش حاجه اتمنيتها وحصلت خالص، بعد 29 سنه زي ما قلت لحضرتك كل اصحابي وكل زمايلي اللي بيجي يتقدم لها، اللي بيجي يبعث مثلا اهله، هل بيسال هي مخطوبه هي مش مخطوبه، الا انا بحس كده ان انا مش بنت زي بقيه البنات، فاهمه ليه؟ طيب اسمعي، ممكن انا طب ثواني لحظه، انا لا. مش حلوه، انا بعترف بده، بس برضه ليه؟ يعني مش عارفه بقى، يعني انت قول لي يا شيخ احمد اعمل ايه؟ يعني حد لو ده غضب انا عملت ايه؟ طيب اسمعي وربنا عدل. حاضر اسمعي اجابتي، اشكرك. شكرا. اجاوب لان ما عادش وقت يا مريم، صح؟ اجاوب. هجاوبها في النهايه، معايا كام دقيقه؟ احنا معانا نوال، مشكله الميراث. مشكله الميراث زي ما قلت بالظبط لام حماده، هي نفس الكلام اللي بقوله. ال 30,000 اللي خصمهم والله العظيم لا يتبعتروا في النار من كل واحدة، اجمع بقى يا باشا ولم انزل بقى النار. سيدنا ابن مسعود قال الكلام ده، قال تمثل لصاحبها الأمانة دي، هتتمثل ويتقلك الملائكة كده تروح واقفة بيك على حرف النار، وتروح بدرالك الفلوس دي، شوف كم أخت بقى لك، ويروح بدرينها لك ويقول لك انزل لمه، فينزل يلمه، يجمع 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 يحط على كتفه ويطلع من النار، لحد ما يقرب خلاص بينه وبين انه يطلع بره خطوة، تروح واقع منه تاني تتبعطل يتقال له، فهو يهوي في إثراء، دي وظيفته، فهو يهوي في إثراء أبدا الآبدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بص يا نوال، أنا عايز تكوني عاقلة، أنا زوج، ولما بتكون ظروفي المادية وحشة بتكون نفسيتي تحت الصفر، يا بنت الناس مش هتاخدي إلا اللي ربنا كاتبه، وأنا عايزك تكوني هادئة ومطمئنة، ما يبقاش ميتة وخراب بيوت، ما يبقاش ظروف وحشة وفلوس وحشة، وكمان حتى في حقه الشرعي انت مزمزقه ومتضايقه نفسيا، ليه بايده حاجه؟ طالما انه بيعمل اللي عليه خلاص، يبقى نرضى بالرزق اللي ربنا ساقه، بلاش الزمزقه والنفسيه المضطربه دي، ما يبقاش الهم ده وده، احنا اعقل من كده، واخده بقى. حتى لو هو بيعمل مشكله انت خليكي عاقله، قربي منه، الفتي نظره، كلميه بهدوء، استوعبيه، علشان تقدري تعملي منه بني آدم كويس. لكن لو هو ظروفه وحشة أو هو بيغلط مثلا وانت أخطأت معاه في الظروف النفسية والحاجات، وانت فاهمة كلامي طبعا، مش هيتصلح، هيفضل وحش، لكن حاولي على قد ما تقدري انك تصلحيه
ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالكم يا رب. الحديث وفق بين الحديث ده ازاي يا ام محمد وبين حديث لولا أن أشق على أمتي؟ هو النبي قال لولا أن أشق، لولا حرف امتناع، وأنا مخافة المشقة ما فيش تأخير، يعني الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال. فكلمة لولا عشان تزيل الشبهة اللي عندك في الحديث، لولا أن أشق، لولا لولا حرف امتناع، مش هيحصل، ما حصلش، أخد بالك. أحب الأعمال إلى الله فعلا الصلاة على وقتها، وهذا هو وقت الصلاة، فنصلي العشاء في وقتها. الزوج اللي بيحلف بالطلاق ده، احنا قلنا الفقهاء بيقولوا حكم صعب جدا، بيقولوا الطلاق يمين الفساق، استر يا رب علينا. والله والله حاجة تبكي، والله كل الأزواج اللي بيحلفوا بالطلاق وفي لسانه كده زي سلام عليكم، بقول لك خاف انك فاسق، خاف خاف انك فاسق. طيب هل الطلاق يقع؟ كل أيمان الطلاق اللي بيقولها الزوج علي الطلاق علي الطلاق، على رأي سيدنا أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، لا يقع منها يمين ولا يحسب منها يمين. هالة، انت مضيقة الدنيا ليه هالة بس، وقرفانة ليه بس يا هالة؟ فوضي أمرك لله هالة، وبعدين انت ما عندكش ثقة في نفسك ليه؟ اللي انت شايفاه بعينك وحش غيرك شايفه حلو، أنظار الناس مختلفة يا بنتي. أنا كان ليا صديق عزم زمان من حوالي 25 سنة كده، عزمني على فرحه ورحنا حضرنا فرحه، وبعدين لما رحنا حضرنا فرحه، سامحوني أنا أول مرة أقول حاجة زي كده بس عايز أفهمك حاجة بس، حضرت الفرح فالعروسة كانت الأنف بتاعتها طويلة، أنا بقول له ولا أنت متجوز واحدة أنفها طويلة ليه كده؟ قال لي إيه رأيك، شوف الرد بقى، قال لي إيه رأيك بقى إن أجمل حاجة فيها أنفها الطويلة دي؟ سبحان الله، يا سبحان الله، خلي عندك ثقة في الله أولا ثم في نفسك. وبعدين في حاجة عايز أقول لك عليها، الواحد ما بيقدرش يغير حاجة ربنا كاتبها، ارضي، ربنا قال، النبي قال كده، قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هتبقى أغنى واحد وأفضل، بس ارضى، ارضى باللي ربنا كاتبه لك. حتة إن أنت اتجوزتي أو ما اتجوزتيش دي بتاعت ربنا. وبرضه أنصحك بكثرة الاستغفار والصلاة على سيدنا النبي المختار عليه الصلاة والسلام، هتلاقي أثر ده في حياتك. بعدين هدي اللعب شوية، مش حاجة اسمها ليه يا رب أنت عملت فيها كده، الحمد لله آمنت بقضاء الله وقدره. موضوع كبير جدا يا هالة، يعني هكلمك فيه تاني في حلقات تانية. آخر حاجة أم رقية، مش حرام خالص، لأنه جد زوجك هو جدك، لأن أنت حماكي وحماتك وأنت طالعة فوق بقى، وبابا والد حماكي ووالد والد حماكي ووالد والد والد حماكي وأنت طالعة فوق، فهو أيضا زي حماكي بالظبط، فمش حرام عليك، ربنا يجرك خير على صنيعك وفعلك معاه، ولا شيء في انك كنت بتغيري له، لانه ده امر ضروري، وده راجل كبير جدا في السن، وهتلاقي اثر المعروف ده في حياتك في دنيتك في دنياك وفي اخراك ان شاء الله. اليتيم اللي فقد اباه وهو في سن الصغر قبل ان يبلغ، هو ده اليتيم، عفى الله عنا وعنكم وغفر الله لنا ولكم. حلقة اليوم انتهت، أشوفكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.